أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، الحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي باقي دائم لا يموت أبدا. بيده الخير وبيده الملك وبيده تدبير الأمور، وهو على كل شيء قدير. ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد أشرف الخلق، المصطفى المختار الذي اصطفاه الرحمن لإخراج العباد من عبادة العباد لعبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا لسعة الآخرة، ومن جور الأديان لعدل الإسلام، وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إخواني أخواتي أحبتي في الله، يعني لربما قمنا بالإجابة على أحد التساؤلات التي تكثر من الإخوان حول الأعور الدجال. يعني كثير من الأسئلة التي تأتيني عن ماهية الأعور الدجال، ما هو الأعور الدجال، أين ابتدأ وكيف ابتدأ. وإحنا كما قلنا إخواني يعني نحاول أن نتدبر آيات القرآن الكريم، لعل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا مما يريد سبحانه وتعالى. عشان هيك إخواني دعونا نبدأ بآية قرآنية ومن هناك ننطلق على بركة الله. الآية القرآنية قرأناها قبل هذه المرة في سورة الأعراف، وهذه كانت تتبع أو تأتي بعد الآيات القرآنية التي تكلمت عن العهد بيننا وبين الله عز وجل في السماوات، لما قال سبحانه وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. تكلمنا إخواني في درس سابق عن الفئة المقصودة من هذه الآية المخصصة، طبعا الخطاب عام لكل البشرية لكل بني آدم، ولكن كانت هناك جماعة مجموعة ضمن هذه الذرية التي أخذها سبحانه وتعالى. وقلنا إنه الشاهد الآيات التي تسبق، إن الله سبحانه وتعالى لما تكلم وقال يعني في الآية رقم 171: وإذ نطقنا الجبل فوقهم كأنه ظل، وقلنا إنه هذه الآيات تتكلم عن مين؟ عن بني إسرائيل. فلم تأتي هذا الترتيب، لم يأتي يعني عبثا، إنما حتى يدلنا إنه ضمن هذه المجموعة من الناس من الذرية كانت بني إسرائيل شمالها فئة مخصوصة خالفت الخطاب الرباني. يعني لما قالوا بلى شهدنا، قلنا إنه هؤلاء هذه الفئة المخصوصة شو قالتها؟ قالتها كذبا. وقلنا إنه الشاهد على كذب هؤلاء قول الله سبحانه وتعالى في وصف الكفر في بداية سورة البقرة، لما قال سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. الله سبحانه وتعالى فسر الكفر هنا بإيش؟ بالكذب، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. عشان هيك إخواني هذه فئة مخصوصة ضمن الذرية. هلأ من هذه الفئة المخصوصة أو من الذرية كان هناك شخص أو شخصية يعني لها حال
يختلف عن كل الذرية. الله سبحانه وتعالى تكلم بعد هذه الآيات يقول سبحانه وتعالى واتلوا عليهم نبأ الذي، بالإفراد الذي، شخص، شخصية مخصوصة، الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. آيات يعني الآيات، لما يأتي سبحانه وتعالى آية من آياته من لمخلوق مخصوص فهذه تكون معجزة عظيمة، كما يؤتي سبحانه وتعالى الآيات والمعجزات للأنبياء والرسل. فهذه الشخصية الله سبحانه وتعالى يتكلم عنها أنها أخذت أو أعطيت آيات عظيمة من الله سبحانه وتعالى، إلا أنه هذه الشخصية فانسلخ منها، يعني لم يراعي ولم يتصرف بهذه الآيات كما أمره سبحانه وتعالى. هلأ مباشرة بعد ما انسلخ منها الله سبحانه وتعالى شو بيقول؟ فأتبعه الشيطان. يعني مين اللي استغل الفرصة؟ الشيطان مباشرة. إن رآك زليت أو في عندك هوى لشهوة نفسك في هذه الدنيا مباشرة يأتي الشيطان. فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. يعني هذه الشخصية غوت، الله سبحانه وتعالى أعطاها آيات يعني كان من المفترض أن تكون يعني مثلها مثل الأنبياء والرسل، إلا أنه انسلخ من هذه الآيات وأتبعه الشيطان، يعني جاء الشيطان ووسوس له وقال له أمور فغوى هذا الشخص أو هذه الشخصية. ولو شئنا لرفعناه بها، يعني لو شاء الله سبحانه وتعالى ولو جاءت مشيئة هذا الشخص ونفذ أمر الله لتوافقت مشيئة هذا الشخص مع مشيئة الله عز وجل أن يرفع الله سبحانه وتعالى بهذه الآية. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. كيف يعني أخلد إلى الأرض؟ احنا بنعرف يعني لما أعطى الله سبحانه وتعالى هذه الآيات كأنه سبحانه وتعالى يقول لنا أن هذه الشخصية استخدمت هذه الآيات حتى تتحصل على الخلود في الأرض. وإحنا بنعرف أن الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الأنبياء وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، يعني هذه يعني هو أراد أن يتحصل على الخلد. فهل يستطيع أن يتحصل على الخلد؟ لا يستطيع، لأن الله سبحانه وتعالى لن يعطي أو لم يعطي الخلد لأي إنسان أو مخلوق كان قبل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فلم يكتب الخلد، لكنه أخلد بها. الله سبحانه وتعالى لما يقول أخلد يعني تحصل على نوع من الخلود الظاهري اللي هو كان يسعى له، أو جزء من الخلود، جزء من الخلود. إلا أنه يعني هذا العمر الطويل الذي تحصل عليه شو نهايته؟ نهايته الموت. عشان هيك إخوان نذكر أنه أيضا يعني لما ننظر إلى الأعور الدجال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بين لنا أنه ما من نبي إلا وحذر أمته من مين؟ من هذا الأعور، من هذا الدجال. وكأنه صلى الله عليه وسلم يعني يعطينا إشارة أنه الأعور الدجال ماله كان معاصر لجميع الأنبياء والرسل بطريقة ما أو بأخرى. هذه الآيات إخواني يعني لا تتكلم عن سيدنا آدم، لأنه قصة سيدنا آدم موجودة ولم نرى فيها غواية لسيدنا آدم في الدنيا، فمعناه الأرجح أنه هذه الشخصية كانت مالها من ذرية أو من ذراري آدم. والغالب ونقول والله أعلم، الغالب ونقول والله أعلم، وهذه الشخصية كانت ما بين آدم وما بين نوح. فإحنا إذا أخذنا شخصية نوح يعني سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام، نرى أنه سيدنا نوح دعا قومه 950 عام، 950 سنة وهو يدعو قومه ولكنهم ما استجابوا. سيدنا نوح ماذا كان يقول لله عز وجل؟ واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. يعني شوف الأمة أو قوم نوح اتبعوا مين؟ شخص واحد معين، وتركوا دعوة سيدنا نوح اللي استمرت 950 سنة. هم فضلوا اتباع هذا الشخص. فنقول والله أعلم أن هذا الشخص الذي يتكلم عنه سيدنا نوح هو مين؟ هو الأعور الدجال بطريقة ما أو بأخرى. دعونا نعود للآية القرآنية اللي قرأناها
من سورة الأعراف أن هذه الشخصية أخلدت إلى الأرض، ومين كان سبب غوايتها؟ إبليس. فإبليس عنده من الحيل التي يحتال فيها على الناس، على الأشخاص، حتى لو كان في عندهم علم عظيم. دعونا نعود لطريقة إغواء إبليس لآدم عليه الصلاة والسلام عندما أغواه وأخرجه من الجنة، وننظر كيف استطاع إبليس أن يغوي آدم وأن يخرجه من الجنة. نعلم إخواني أخواتي أحبتي في الله أن الله سبحانه وتعالى أدخل سيدنا آدم وأمنا حواء إلى الجنة وقال لهما أسكن أنت وزوجك الجنة. يعني ننظر إلى الخطاب، الخطاب الرباني، الله سبحانه وتعالى يتكلم مع آدم ويتكلم مع حواء ويقول لآدم أسكن أنت وزوجك الجنة. إلا أنه قبل ما يتكلم مع آدم وقبل ما يدخله الجنة ويطلب منه دخول الجنة، يعني في الآية رقم 30 من سورة البقرة الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ ويقول، يتكلم سبحانه وتعالى عن الملائكة، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. لما ننظر للملائكة التي كان يتكلم معها سبحانه وتعالى ونسأل أنفسنا، هل كان إبليس مع الملائكة لما خاطبهم الله سبحانه وتعالى؟ فنقول نعم، أن إبليس كان من أو مع الملائكة، هو ليس بملك ولكنه كان مع الملائكة في هذا الخطاب. والشاهد أن الله سبحانه وتعالى لما قال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا مين؟ إلا إبليس. فالخطاب هنا كان من الله للملائكة، وكان إبليس معدود ومحسوب كأنه إيش؟ كأنه ملك، كان محسوب كأنه ملك. فإبليس اختبر كيف يكون وضعه عندما يعامل كأنه ملك. وإبليس هنا إخواني من خطاب الله سبحانه وتعالى له ماذا يعلم؟ يعلم أن الله سبحانه وتعالى سيجعل آدم في الأرض، وإذ قال ربك للملائكة ما تنسوا ومعهم مين؟ ومعهم إبليس، إني جاعل في الأرض خليفة، اللي هو مين؟ آدم. فلما دخل آدم إلى الجنة، شو العلم الذي يعرف إبليس لغاية الآن؟ يعرف أمرين هامين. الأمر الأولاني، ماذا سيكون حال مخلوق لو عاش مع الملائكة وحسب عليهم؟ ليه؟ لأنه آدم نفس إبليس نفسه عاش مع الملائكة وانحسب عليهم. هاي الشغلة الأولانية اللي بيعرفها إبليس. الشغلة الثانية اللي بيعرفها إبليس شو هي؟ إنه الله سبحانه وتعالى سيهبط آدم إلى الأرض بطريقة ما أو أخرى. عشان هيك لما جاء إبليس ووسوس لآدم وحواء ماذا قال لهما؟ فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. يعني الله يعني بدأ هون إبليس ووسوس لآدم إيش؟ إنه بده يدله على إيش؟ على شجرة الخلد. ليه؟ لأنه يعلم إنه الله سبحانه وتعالى سيهبط لفين؟ للأرض. فلاحظوا، يعني استغل إبليس الخطاب الرباني إله، يعني مش إشي هو بيعرفه، لا، هذا خطاب رباني. الله سبحانه وتعالى خاطب الملائكة ومعهم إبليس، فأدرك إبليس أن الله سبحانه وتعالى سيهبط آدم إلى الأرض. فشو جاء؟ جاء لآدم وشو قال له؟ هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ هذا كان خطاب. وكمان شو قال إله لمين؟ لحواء. فوسوس لهما، هون الخطاب لمين؟ للاثنين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين، لاحظ، ملكين أو تكونا من الخالدين. يعني رجع كمان مرة يتكلم في أمر الخلود في الجنة. فحاول إبليس أن يوسوس لآدم وحواء إنه الأكل من الشجرة سيجعلهم من الخالدين. ليه؟ لأنه يريد
الآن يقوم بإيصال شيء إلهم يعني يتفكروا أو يفكروا فيه يؤدي أنهم يأكلوا ويعصوا الله عز وجل، لأنه الشرط اللي الله سبحانه وتعالى أخذه على آدم وحواء لما قالهم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما، فقال لهم ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. يعني الله سبحانه وتعالى قال لآدم وحواء هذه شجرة مخصوصة ما تأكلوا منها، لأنه إذا أنتوا أكلتوا منهم شو راح تسوي منها؟ راح تظلموا نفسكم وراح تخرجوا بالتالي من الجنة. فإبليس استخدم يعني حاك هذه المؤامرة أنه هو يدعي أو يوسوس لآدم وحواء أنه إذا أكلوا من الشجرة سيتحصلوا على الخلد، لأنه الله سبحانه وتعالى يريد أن يهبطهم من الجنة. وشو كانت النتيجة؟ زي ما احنا بنعرف إخواني أنه حواء يعني استجابت لوسواس إبليس وزلت، وآدم استجاب بعدها وزل، وبالتالي خرج من الجنة وهبط إلى الأرض وانتصر. يعني باعتبار إبليس بينه وبين نفسه يعتبر نفسه انتصر على آدم. وبعض قصص الأنبياء تتكلم أنه إبليس لما هبط إلى الأرض مع آدم زمر وغنى وناهي، يعني مبسوط على أنه هو أخرج آدم وحواء من الجنة. طيب، فمعنى إبليس الطريقة اللي استخدمها الوسواس بأمر إيش؟ بأمر الخلد أو الخلود، بأمر الخلود. هذه الحيلة التي استخدمها مع آدم هي نفس الحيلة التي استخدمها مع هذه الشخصية التي نتكلم عنها والتي ذكرها سبحانه وتعالى في سورة الأعراف كما قرأنا في الآيات 173 174 175 176. يعني هذه الآيات تكلم فيها سبحانه وتعالى عن هذه الشخصية، إنه وسواس إبليس لهذه الشخصية كان عن إيش؟ عن فكرة الخلود، لأنه كان عند هذه الشخصية هوى للخلود، واستغل إبليس هذا الهوى عند هذه الشخصية وقام بالوسواس له حتى أنه أغواه وأضله عن الطريق وعما أعطاه الله سبحانه وتعالى من هذه الآيات العظم. هلأ نحن نعلم إخواني أنه الخلود لم يكتب لأي إنسان في الدنيا، لم يكتب لأي إنسان في الدنيا. الخلود مكتوب للناس فين؟ في الجنة. في الجنة عندما نعود إلى آيات القرآن الكريم التي تكلمت عن الخلود سنجد أن آيات الخلود معظمها يتكلم عن الخلود في الجنة أو الخلود في النار، الخلود في العذاب أو الخلود في الرحمة، وبضع آيات قليلة يعني تكلمت عن الخلود في الدنيا. وقلنا تكلمنا يعني عن آية من هذه الآيات، يعني مثلا في سورة الأنبياء هناك آيتين تكلمتا عن الخلود. فالآية الثامنة تقول وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. يعني كأنه سبحانه وتعالى يكلمنا عن مجموعة من الناس تحاول الوصول لإيش؟ تحاول الوصول إلى الخلود، ولكنها لن تتحصل على هذا الخلود الذي تحاول الوصول له. ونعلم إخواني يعني إن قمنا بمراجعة هذه الآية ودراستها ستعيدنا إلى نفس المجموعة التي تكلم عنها سبحانه وتعالى أنها كفرت وكذبت على الله، أنها تحاول بطريقة ما أن تتحصل على الخلود. هلأ الشخصية اللي تكلم عنها سبحانه وتعالى أنها أخلدت إلى الأرض أيضا تحاول التحصل على الخلود. فعنا إخواني يعني هي صار في عنا آيتين قرآنيتين، آية قرآنية تتكلم عن شخصية تحصلت على نوع من الخلود أو جزء من الخلود، وجماعة تبحث عن إيش؟ عن الخلود. فما بالكم إخواني هذه الجماعة التي تبحث عن الخلود هل ستصل
بطريقة ما أو أخرى لهذه الشخصية وتتبعها؟ نقول نعم، ستصل إلى هذه الشخصية وتتبعها، ولن تتبع يعني الأنبياء والرسل، واتباعها للأنبياء والرسل سيكون ظاهري كذبا غشا احتيالا حتى تصل إلى هذه الشخصية. وقلنا إخواني في درس سابق أنه لربما ويحتمل وعلى الغالب أن هذه الشخصية اللي تكلم عنها سبحانه وتعالى بأن الله سبحانه وتعالى أعطاها القدرة أن تفهم عمل أو جزء من عمل الروح. الله سبحانه وتعالى يقول: قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يعني هناك من أوتي من علم الروح ولكن قليل العلم. لربما كانت هذه الشخصية التي نتكلم عنها مما أوتيت من هذا القليل من علم الروح الذي جعلها تحاول أن تستخدم هذا العلم الرباني حتى تتحصل على الخلود. نقول على الغالب أن الله سبحانه وتعالى علم هذه الشخصية التي في النهاية يعني نتكلم عنها أنها هي الأعور الدجال، علمها بعض علوم الروح. وقلنا يا إخوان أيضا في درس سابق تكلمنا عن علاقة الجسد والنفس والروح، وقلنا أن الروح هي التي تعطي النفس الإمكانية أن تعود إلى الجسد الخاص فيها ولا تخطئ وتعود إلى جسد آخر مختلف. فالروح هي التي تعطي الحياة للجسد، والروح هي التي تعطي النفس القدرة إلى العودة للجسد المخصوص لها. عشان هيك إخواني لما يتعلم الأعور الدجال بعض هذا العلم عن الروح، شو بصير فيه عنده إمكانية أن يحتال بطريقة ما على النفس حتى تعود إلى جسد آخر، ولربما هذا الذي مكنه أن ينتقل من جسد إلى جسد آخر إلى جسد آخر، يعني كأنه ينسخ الشفرة اللي موجودة في الجسد عبر تعامله مع الروح من إنسان لإنسان آخر، حتى عندما يقترب جسده من الموت أو الهرم حتى يفر إلى إيش؟ إلى جسد آخر. وهذا لربما أيضا إخواني فسر لنا بعض الظواهر التي شهدناها عبر العصور مثل ظاهرة الفرعونية. احنا بنعرف ان الفراعنة كانوا يعملوا بشيء نسميه التحنيط. شو يعني التحنيط؟ يعني فرعون او الملك الحاكم كان يأمر اذا مات ان يتم حفظ جسده بطريقة ما، لانه كان يعتقد ان الروح ستعود الى هذا الجسد. ولربما إخواني يعني هذا الدس من فين كان؟ من نفس أفكار الأعور الدجال، إنه هو بث ونشر بينهم أنه يستطيع أن يعيد أرواح أو أنفس هؤلاء إلى أجساد ويعيد الحياة إلى هذه الأجساد عبر تعامله مع الروح. أيضا إخواني يعني هناك جماعات أخرى مثل البوذية مثلا. البوذيين شو بيعتقدوا؟ بيعتقدوا إذا النفس خرجت شو بتسوي؟ مش تصعد إلى عليين أو بتهبط إلى سجين، إنما تحل في إيش؟ في مخلوق آخر، ثم في مخلوق، ثم في مخلوق، ثم تعود بطريقة ما إلى جسد إنسان آخر. فينتقل هذا الإنسان من جسد في فترة زمنية معينة إلى جسد آخر. نفس هذه الأفكار هي الأفكار التي يطرحها هذا الأعور الدجال بالشراكة مع مين؟ مع إبليس، مع إبليس. فنقول إنه هذه الحيل التي استخدمها الأعور الدجال وساعد فيها إبليس هي التي أضلت كثير من الناس، وهي التي تنتظرها هذه المجموعة من الناس التي تبحث عن الخلد. الله سبحانه وتعالى تكلم: وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. لن يكتب لهم ولن يتحصلوا على الخلود ولا بأي حال من الأحوال.
والله سبحانه وتعالى قال وما جعلنا لسيدنا محمد، يتكلم مع سيدنا محمد، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. يعني سيدنا محمد كان أولى، لو الله عز وجل يريد أن يكتب الخلد إلى إنسان في الدنيا أن يكتب لمين؟ لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، هبة من الله عز وجل، عطاء من الله سبحانه وتعالى. فالأمر أنه هذه حيلة، ابتدأت هذه الحيلة بعطية ربانية، الله سبحانه وتعالى أعطى هذا الشخص عطية ألا وهي القدرة على التعامل مع الروح حتى أنه يهدي الناس. إلا أنه هذه الشخصية شو سوت؟ انسلخت من هذه العطية واستخدمتها لمصلحة نفسها حتى تتحصل على الخلود في الدنيا، وأوهمت مجموعة من الناس أنها تستطيع أن تعطيها الخلود، فصار في عنا هذه الشخصية وصار في عنا هذه المجموعة، وهذه المجموعة تورث أفكارها من جيل إلى جيل، فتبقى عنا مجموعة تحاول أن تتبع هذه الشخصية. عشان هيك إخواني نقول إنه في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام عندما تكلم عن الأعور الدجال شو قللنا؟ قللنا إنه في 70,000 من يهود أصفهان ستتبع مين؟ الأعور الدجال. ليه؟ لأنه إيران، لأنه هي موعودة أو هي تتأمل إنه هذه الشخصية شو راح تسوي؟ راح تعطيها بطريقة ما الخلود، وأنه بإمكانها أنه تخليها خالدة في هذه الدنيا إن شاء الله، وأنه هي تعطيها الإمكانية أن تتحصل على حياة دائمة بلا انتهاء، وأنه هي تحل لها كل المشاكل اللي موجودة. فعندنا هاي الشخصية إخواني لربما انتقلت من جسد إلى جسد. شفنا إخواني في زمن سيدنا نوح، سيدنا نوح تكلم عن شخص، شو قال؟ أنه قومه اتبعوا هذا الشخص واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا إيش؟ إلا خسر. وأيضا يعني لما انتقل من فترة سيدنا نوح مثلا لسيدنا إبراهيم، زمن سيدنا إبراهيم، سيدنا إبراهيم التقى مين؟ وقتها كان في عندنا شخصية لشو اسمها؟ النمرود. احنا بنعرفه باسم مين؟ النمرود. لربما كان أيضا النمرود هو نفسه هذه الشخصية التي تمكنت بطريقة ما أن تنتقل من جسد إلى جسد حتى حطت في جسد النمرود. لأن الخطاب اللي بين سيدنا إبراهيم وبين هاي الشخصية، شو قالت له الشخصية؟ قالت له أنا أحيي وأميت. شو قالت له؟ أنا أحيي وأميت. واللي براجع الآيات القرآنية في سورة البقرة بعد قول هذه الشخصية أنا أحيي وأميت، الله سبحانه وتعالى يحضر لنا قصة الشخص الذي أماته سبحانه وتعالى 100 عام، ثم بعدها طلب سيدنا إبراهيم من الله عز وجل أرني كيف تحيي الموتى. يعني لو كان كلام هذا الإنسان على المجاز كما يقول البعض لا ما تأثر في سيدنا إبراهيم، ولكن تأثر سيدنا إبراهيم هذا التأثر العظيم حتى إنه هو يطلب من الله سبحانه وتعالى أرني كيف تحيي الموتى، والله سبحانه وتعالى يستجيب له. شو معناه؟ معناه كأنه فيها إشارة لأنه هذا الإنسان أو هذه الشخصية كان عنده القدرة على إيش؟ على فعلا إحياء الموتى، وهذه القدرة فقط كانت لهذا الشخص اللي الله سبحانه وتعالى أعطى الآيات فانسلخ منها واستخدمها حتى يخلد وأخلد إلى الأرض حتى أنه يكون أو يتحصل على الخلود بالشراكة مع مين؟ فأتبعه الشيطان بالشراكة مع الشيطان أو إبليس. تذكروا أنه إبليس مكتوب له النظرة، يعني إبليس له حصة من الخلود، مش خلود، له حصة من الخلود لأنه فيه له نظرة إلى حين الوقت المعلوم. والأعور الدجال له حصة من الخلود، مش خلود، ليش؟ لأنه في عنده وقت سيقتل فيه سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام في بيت لد. إلا أنه هذول الشخصيتين إبليس والأعور الدجال شو مالهم؟ في عندهم حلف، وهذول الشخصيتين إبليس والأعور الدجال هم نفسهم في النار، في النار اللي بتعذبوا في نار جهنم، يعني من شدة غيظهم من إبليس والأعور الدجال، يعني هاي الجماعة اللي كانت تبحث عن الخلود لما اكتشفت الأمر شو بدها هلأ؟ بدها تشوف عذاب هؤلاء. شو بقولوا الله عز وجل في سورة فصلت؟ الله سبحانه وتعالى يتكلم عن اللي يعذبوا، أرنا اللذين أضلانا، لذين مين يعني؟ مثنى اثنين، من الجن
والإنس شو يعني واحد منهم إيش؟ الشيطان. جني. والتاني مين؟ إنسي. فهؤلاء يتكلموا ويسألوا ويطلبوا من الله عز وجل أن يريهم هاتين الشخصيتين اللي هم مين؟ جني وإنسي. من عساهما أن يكونا؟ ما في غير إلا إبليس ومين؟ الأعور الدجال. هدول هم أكثر شخصيتين أضلت الناس فين؟ في الدنيا. وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام حذر الناس من هاتين الشخصيتين، لأنه فكرة إخواني الخلود عند البعض أو عند كثير من الناس فكرة مغرية. يعني واحد أنت تكون على فراش الموت ويجي طبيب ويقول لك أنا مستعد أن أنا أشفيك، ولكن بشرط أن تدفع كذا وكذا أو تفعل كذا وكذا، بترد عليه ولا ما بتردش عليه؟ بترد. يعني إخواني أعمى، داش نقول أنه على فراش الموت أعمى فاقد بصره، يجي واحد يقول له أنا مستعد أني أنا أعيد لك البصر، ولكن لقاء إيش؟ أنك تتنازل لي عن كل ما تملك، يفعل ولا لا يفعل؟ يفعل. فما بالكم لما يكون الأمر أكثر من النظر، يكون الأمر إيش؟ الحياة نفسها. الحياة نفسها. أو على سبيل المثال، يعني إنسان له عزيز ميت، إنسان له عزيز ميت، أبوه أمه زوجته ابنه بنته، ويأتي شخص أو شخصية سواء كانت شيطانية أو إنسانية ويعرض عليه إعادة هذا الشخص من فين؟ من الموت، لقاء إيش؟ لقاء فعل معين، هل يفعل ولا لا يفعل؟ وللأسف شو منقول؟ كثير من الناس اتبعت هاتين الشخصيتين اللي هم إبليس والأعور الدجال في فكرة إحياء الموتى والعودة من الموت. ونذكر أن الفراعنة كلهم، الفراعنة فكرتهم كانت قائمة على هذا المبدأ، الفرعونية والتحنيط والأهرامات كانت قائمة على هذا المبدأ. وكما قلنا يعني جماعات أخرى كثيرة يعني أيضا يعني اتبعت هذه الأفكار ولا زالت. عشان هيك إخواني هاتين شخصيتين نقول إنه الأعور دجال يعني لربما انتقل من شخص لشخص، قلنا زمن سيدنا نوح، زمن سيدنا إبراهيم، ولا ربما إخواني أيضا تكررت هذه الشخصية مع سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام في شخص مين؟ السامري. شخص السامري ليه؟ لأنه السامري كما شفنا يعني استطاع أن يرى ما لم ترى الناس. يعني كيف يعني لما ينزل ملك من الملائكة؟ هل إحنا هذه حلقة علم تحف الملائكة ولا تحف الملائكة؟ تحف الملائكة إلى عنان السماء. هل من منا يرى هذه الملائكة؟ ولا أحد. ولكن السامري شو استطاع؟ استطاع أن يرى جبريل، استطاع أن يرى جبريل. والحصان الذي كان يركب جبريل وكيف حط على التراب وأخذ من هذا التراب، كيف استطاع السامري أن يرى ملك؟ كيف استطاع؟ وكيف علم أن عرف هذا السامري أنه هذا التراب اللي حط عليه جبريل سيكون قادر على دب الحياة في شيء معين؟ إلا أن يكون فعلا هو عنده علم من فين؟ رباني، علم رباني بشأن الروح. عشان هيك منقول أنه السامري والله أعلم هي محطة ثالثة وأخيرة، لربما هناك محطات أخرى عبر الزمن لا نعلمها، ولكن دعونا نقول هي محطة أخيرة، هي آخر المحطات التي حطت فيها هذه النفس الشريرة. ليه؟ لأن سيدنا موسى شو حكم عليه؟ لا مساس، يعني لن تستطيع بعد الآن أن تقوم بحيلك مع مين؟ مع البشر، لن تستطيع أن تنتقل إلى جسد آخر لحد إمتان، فإن لك موعد لن تخلف، في لك موعد، في هذا الموعد أنت ستبقى محبوس محشور لحد ما يجي ميعادك تخرج للناس بأمر الله عز وجل. فتنتك في وقتها المحدودة المعلومة ستخرجها، والرسول عليه الصلاة والسلام علمنا أنه الأعور الدجال سيخرج من إيش؟ بغضبة يغضبها، يعني في له موعد سيخرج في الأعور الدجال في ذلك أو في وقت في آخر الزمن. ونعلم أنه خروجه يعني لما يخرج الأعور الدجال في آخر زمانه كل مكثه في الدنيا قديش؟ 40 يوم، كل مكثه 40 يوم. والرسول علمنا أنه يوم كسنة، يوم كشهر، يوم كأسبوع، وباقي أيام مثل إيش؟ أيام. اليوم الأخير، اليوم الأخير من أيام الأعور الدجال في الدنيا
هو موعد نزول سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام من السماء على جناح ملكين. في هذا اليوم سيهبط سيدنا عيسى عند المنارة البيضاء في الشام، ويأتي إلى بيت المقدس، إلى المسجد الأقصى، وسيصلي خلف الرجل الصالح اللي هو المهدي الذي يكون في هذا المكان، ثم يخرج ويتبع الأعور الدجال إلى بيت لد ويقتل بحرب توم، ويأتي بدمه، ودمه يختلف عن دم باقي الناس على رمحه، ويري للناس كيف أن هذا الدم يختلف وهذا مخلوق يختلف بطريقة عن باقي البشر. فنقول هذه رحلة، رحلة إمتى ابتدت؟ ابتدت بعد آدم، ما بين آدم ونوح للأعور الدجال. كيف ابتدأت؟ ابتدأت إنه هذه الشخصية كرمها سبحانه وتعالى وأعطاها آيات وأعطاها قدرة على التعامل مع الروح، إلا إنه هذا العلم الذي اكتسبه لم يستخدمه في طاعة الله ولا في هداية الناس، إنما استخدمه في مصلحة نفسه، بدأ نفسه على إيش؟ على طاعته لله، على دعوته للناس، وتحصل على نوع من الخلود، وبدأ ينتقل عبر الأجيال حتى حبسوا سيدنا موسى. إلا إنه انتقاله عبر الأجيال شو سوى؟ أضل مين؟ أضل أناس، مجموعة من الناس. إخواني لاحظوا اللي بدنا نعرفه، الإشي اللي بدنا نعرفه إنه المجموعة من الناس التي أضلها أصلاً هي ضالة من الابتداء، ضالة من الابتداء قبل أن يأتي الأعور الدجال. يعني الأعور الدجال إنما كان وسيلة فقط لإظهار ضلالهم وكفرهم وكذبهم على الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يعني في أول آية يتكلم فيها عن الكفار، تكلمنا تذكروا إخواني الآية السادسة من سورة البقرة، يقول سبحانه وتعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أعنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. انتهى الموضوع. هذه أصلا مجموعة كافرة كفرت بالله، كذبت على الله، وكفر متى ابتدى؟ في السماوات. فإحنا بنرجع على الابتداء في السماوات، لما الله سبحانه وتعالى أخذنا من ظهور بعضنا البعض، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. لما قالوا بلى شهدنا إخواني كانوا فسطاطين، فرقتين، فرقة صادقة وفرقة كاذبة. بتقول لي كيف كاذب وكلهم قالوا بلى؟ ببساطة إخواني إحنا مربوطين في فهمنا لعلاقتنا مع الله عز وجل بصفات الله. ما هي صفات الله؟ صفات الله هي الصفات اللي اتخذها الله سبحانه وتعالى لنفسه، يعني هو اللي حدد هاي الصفات لنفسه. الله سبحانه وتعالى من الصفات اللي اتخذها لنفسه إنه هو حيي ستير. الله سبحانه وتعالى ماله؟ حيي ستير. شو يعني؟ يعني لما يسأل إنسان أمام إنسان آخر سؤال، ما بيخلي الإنسان الآخر يسمع الإجابة منه. ليه؟ لأنه إذا أنت سمعت الإجابة اللي سألك إياه سبحانه وتعالى لإنسان آخر، شو معنى سبحانه وتعالى؟ فضحك، لأنه أنت يعني ستتكلم لله سبحانه وتعالى بس شو في هناك من يسمع. فهذه اسمها يعني فضيحة، فضحك الله سبحانه وتعالى. هل الله سبحانه وتعالى يفضح ولا الله سبحانه وتعالى ستير؟ ستير. عشان هيك الله سبحانه وتعالى شو جعل لنا؟ جعل لنا لسان، شو جعل لنا؟ قلب. الله سبحانه وتعالى من فين بياخذ الإجابة؟ من القلب، ما بياخذها من اللسان. حدا بيسمع الإجابة القلبية غير الله؟ ولا حدا، فقط الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى يسمعك ماذا تكلمت في قلبك، ويستر هذه الإجابة عن مين؟ عن البقية. طيب اللي أنت حكيته بلسانك، أنت حرفي، بدك أنت تفضح حالك وتحكي اللي بقلبك، أنت حر. بدك أنت تستر حالك وتحكي إشي آخر، أنت حر. بس إذا أنت تكلمت بشيء على لسانك وفي قلبك شيء آخر، شو بصير اسمك؟ بصير اسمك كاذب. شو هو الكذب؟ الكذب إنك أنت تعطي إجابة قلبية تختلف عن إيش؟ عن الإجابة اللسانية، هذا اسمه الكذب. عشان هيك الله سبحانه وتعالى شو فسر؟ فسر الكفر، يعني اللي جاوب الله سبحانه وتعالى ببلا في قلبه، ولكن يعني في لسانه، آسف، اللي جاوب الله سبحانه وتعالى بلا بلسانه في السماوات، بس شو كان في قلبه؟ لا،
هذا شو كان اسمه؟ كاذب. بس لما يقول لا لله سبحانه وتعالى ما قال ألست بربكم، شو قال؟ لا شو بكون كمان؟ كافر. فهو كافر وكاذب. عشان هيك لما نرجع لآية 6 إن الذين كفروا، الآية رقم 10 من سورة بقرة، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. لأنه الكفر شو جاء؟ جاء نتيجة كذب. أنت كفرت بالله، قلت له لا ما بديش أقبل منك التدبير، ولكن هذا الكفر أنت كمان كذبت عشان غيرك يسمع إيش؟ يسمع الله. فالله سبحانه وتعالى أخذ من الإجابة القلبية، وبالتالي سيعطيك إيش ما في قلبك اللي أنت طلبته في قلبك، الله سبحانه وتعالى بده يعطيك إياه. طيب هلأ الكافر لما قال بلى بلسانه وقال لا في قلبه، طيب لاحظوا إخواني، لو الله سبحانه وتعالى في هذه اللحظة أخذ الكافر الكاذب، قلنا عنه كافر وكاذب مظبوط لحد هلأ، هو كافر وهو كاذب، أخذ الكافر الكاذب حطه في النار، وأنا شفت الله عز وجل، شو معنى الله سبحانه وتعالى فضحه؟ ليه؟ لأنه مجرد وضعه في النار مباشرة أنا بعرف أنه شو إيش؟ أنه كذب على الله، يعني قال لله عز وجل بلى، بس شو قالها؟ كذبا. عشان هيك الله سبحانه وتعالى حطه في النار. بس الله سبحانه وتعالى شو ماله؟ حيي ستير. عشان هيك الله سبحانه وتعالى ما راح يأخذه مباشرة ويعذبه في النار. يجب أن يظهر ويجب أن يعترف هذا الكافر أنه كاذب أمامك. عشان هيك الله سبحانه وتعالى شو قال؟ اهبطوا منها جميعا، انزلوا للدنيا. هل الله سبحانه وتعالى خلقنا لنتنعم في الجنة؟ ما خلقنا عشان نتعب ونشقى ونشتغل، ولكن العمل أصبح ضرورة. ليه؟ لأنه في العمل أنت لما تسوي إشي وتحكي إشي، أنا بطلع على إيش؟ بطلع على عملك، بطلع على اللي أنت حكيته. إذا التنين متوافقين بقول آه والله صدق، بس إذا أنت بتحكي إشي وبتسوي إشي تاني، شو معناه بقول هذا كذاب؟ ليه؟ هي بحكي إشي، شو بيسوي؟ بيسوي إشي تاني. فالله سبحانه وتعالى شو قال؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هلا صار في عليك عمل يجب أن تعمله في الدنيا. عشان هيك معظم الآيات القرآنية اللي تتكلم عن الإيمان، آمنوا، شو بيجي بعديها؟ وعملوا. آمنوا وعملوا، صار في عنا أمرين متلازمين، الإيمان والعمل. العمل ليه؟ عشان أنت لما تسوي الشغلة هذا العمل راح يكون جواز السفر للآخرين اللي بيشاهدوك بيشوفوك بعينيهم، هل أنت صادق أم لا؟ المشاهدة ضرورية. إحنا المسلمين اللي قلنا بلى بلساننا وقلبنا وكنا صادقين، ليش الله سبحانه وتعالى أهبطنا؟ لنكون شهداء على هؤلاء الكذابين الكفار. الله سبحانه وتعالى شو بقول؟ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أنا لازم أطلع على هذا وأشوف شو بيسويه وأشوف شو بيحكي. لما يسوي إشي ويحكي إشي تاني بعرف أنه كاذب. فلما يصعد إلى السماوات ويوضع في النار، نسأل هل فضح الله سبحانه وتعالى؟ لم يفضحه، ولكن من اللي فضحه؟ هو فضح نفسه، هو فضح نفسه أنه هو كافر وكاذب. لأنه من صفات الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى حيي ستير، أراد الله سبحانه وتعالى أن يستره إلا أنه أصر أنه شو يسوي؟ يفضح نفسه. فهو من فضح نفسه بأن عمل أو قام بعمل شيء يخالف إيش؟ ما في قلب. وكمان من الضروري إخواني أنه هذا العمل الذي يقوم فيه الكافر سيصنع سوء على مين؟ على المسلم. يعني أنت اللي راح تكون المطصة اللي تتلقى الهوى من مين؟ من الكافر. ليه؟ كيف بدك تعرف أنه كافر؟ إذا هو ما آذاك وما عذبك ما راح تتم فيه، ولكن لما تكون أنت اللي عمالك تتلقى كذب هذا الكافر، تتلقى أذية هذا الكافر، أكيد بدك أنت تشهد عليه، بدك تقول آه لأنه أنا سوى معي كذا، أنا حكى لي كذا وسوى معي كذا، أنا حبسني، أنا منعني أدخل على المسجد، أنا سوى فيه كذا، أنا قتل لي فلان، يعني أنت بدك تشهد عليه بالشيء يخصه. عشان هيك هذه الدنيا كما قلنا وكما علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام هي جنة الكافر، ولكنها بنفس الوقت هي سجن المؤمن.
والله سبحانه وتعالى تكلم بحق المسلمين. شو قال؟ ولقد خلقنا الإنسان في كبد، ويقول يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. يعني كل كذب هذا الكافر راح يظهر بأفعال إيش؟ اعتداء على مين؟ على المسلم. عشان هيك سنشهد عليه أنه كفر وكذب، وأنه قال شيء وفعل شيء آخر مختلف بالكلي. وأن لم يتبقى وقت، يعني إن شاء الله تكون الفكرة وصلت من هذا الأمر. ندعو الله سبحانه وتعالى ونقول: اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق سبحانك ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا يا مولانا فإنك علينا قادر، والطف بنا بما جرت به المقادر. اللهم انصر أقصانا وشافي جرحانا ومرضانا، واطلق سراح أسرانا، وانصرنا على من عادانا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين، وصلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر، الله أكبر، الله يبارك عمرك. من 5 إلى 9 بيجي المهدي المنتظر، وبعده بيطلع ورد الجلاء. بعد المهدي 5 سنين على الأقل، على الأقل بيطلع على ورد الجلاء. بعد العورد الجلاء 39 يوم بيجي سيدنا عيسى. مش بكون يستنى، الانتظار يكون عارف انه واحد، بس هذا مش معناه انه هو بيستنى، انك انت تكون عارف انه في شيء بده يصير، مش انك انت تقعد تربط عليه. انت بتسوي كل اللي بتقدر عليه، بالضبط تسوي كل اللي بتقدر عليه، لانه هذه رسالتك من الله عز وجل. يعني اذا انت عارف انه بده يصير شيء بعد اسبوع، انت ضامن انك تمنع بعد اسبوع، يكون هذا اخر ايام، استغل اليوم اللي انت فيه لحد ما يصير انت الشيء اللي انت بتستنى. ممنوع انك انت تستنى. بارك الله فيك، بارك الله فيك، يكرمك ويطولك عمرك.
حيا على عدلا ويقينا لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي باقي دائم لا يموت أبدا وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم مقاما محمودا والدرجة الرفيعة التي وعدته واجزه عنا خير الجزاء إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فأغثنا أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم دبر لنا فإننا لا نحسن التدبير. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا يا مولانا فإنك علينا قادر والطف بنا بما جرت به المقادير. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه